ينعقد بمدينة المحمدية تحت الشعار الشباب محرك التنمية، وذلك تخليدا للذكرى 13 للمبادرة الوطنية التنمية البشرية، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله أيده، والذي ينسجم مع توجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله أيده حول الشباب المغربي، والذي ما فتح حفظه الله يحيطه بكامل اهتمامه وبالغ عنايته باعتباره عماد الأمة وثروتها الحقيقية، حيث دعا أعزه الله في خطابه السامي بتاريخ 13 أكتوبر 2017 لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة إلى بلورة سياسة مغربية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم، وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية. وتفعيلا لهذا التوجه، فقد قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبناء 730 فضاء للتكوين بالتدرج، علاوة على إنجاز 3200 نشاط مدير لمقاربة وضعية الشباب وتحسين استفادتهم من الخدمات الاجتماعية، حيث ستنكب الورشة الأولى على دراسة موضوع الإدماج الاقتصادي وتقوية قدرات الشباب لتمكينهم من التشبع بثقافة المقاولة. السيدة العامل الموسيقى الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، السيدات والسادة شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدوليين والوطنيين، السيدات والسادة المنتخبون ممثلي المجتمع المدني، حضرة السيدات والسادة، أود في البداية بمناسبة الذكرى 13 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا سيما الأكثر هشاشة منهم وتقليص الفقر وإلى بث دينامية التنمية قوامها الكرامة الإنسانية. توجه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نحو استشراف المستقبل وإرساء جيل جديد من المبادرات، وكما تعلمون في بلادنا ورأسمال بشريا عنصرا فاعلا في دينامية التنمية ورافعا لخلق الثروة، لذا وجب تمكينه من وسائل الدعم والمساندة الضرورية لكي يطلع بدوره على الوجه إثباتها 20% على الصعيد الوطني و 40% بالنسبة للمغرب. L'avoir donné l'opportunité de partager avec vous quelques réflexions à l'ouverture de ce programme et vous féliciter d'avoir choisi pour cette année le thème jeunesse, moteur du développement humain. Les jeunes violents, l'évolution du paysage politique, la tourmente que traversent les économies et les mutations. Plusieurs témoignages viendront, je crois, plus tard pendant cette cérémonie, illustrer cette force positive et cette volonté d'agir. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, lors des consultations publiques organisées...